هو رأي النساء العربيات في عمليات تجميد البويضات؟ هذا ما قررنا استكشافه في بي بي سي إكسترا مع 3 شابات من بلدان عربية مختلفة. سنطرح مجموعة من الأفكار لنعرف موقف ضيفاتنا منها، أهو قبول أو رفض؟ أدعم فكرة تجميد البويضات. أنا بدعمها لأنه بحس أنه المرأة لازم يكون عندها خيار أنه هي تجيب ولد على العمر اللي هي بدها إياه، ومع فكرة أنه كمان إذا بدها تجيبه هذا الولد يكون هو بصحة جيدة، لأنه كلنا بنعرف أنه كل ما هي تأخرت بالإنجاب كل ما بيصير في خطر أكتر على الأولاد أنه يطلع فيه عندهم أمراض معينة. يعني العلم سخر لخدمة الإنسان، كمان عشان ما يكون الطفل أو البيبي عقبة في طريق المرأة، لأنه بالعادة دايماً أنه التفتي لأولادك وإلى آخره، والآن الزمن أصلاً تغير، فمعاش كل البنات عندهم هوس أنه أو بتأخر شوية بفكرة الزواج والعائلة لغاية ما يخلصوا تعليم أو يشتغلوا. بسوريا الحرب كتير أثرت على فكرة العائلة، يعني فهجرت آلاف الشباب تسببت بتأخر الزواج لكتير من البنات. أفكر حالياً في تجميد بويضاتي إن سمحت لي الظروف. أنا بصراحة هيدي كانت السنة كدوع عيد ميلادي أنه جمد بويضاتي، فأي أكيد فكر وقريباً جداً. أنتو؟ أنا أكيد ليش لا، لأنه أكيد العمر بيمشي وبالمرحلة الحالية عندنا أولويات مختلفة. هلأ أنا على المدى القريب ما بعرف، يعني سنة سنتين ما بتخيل أنه حأخذ هذا الخيار، وإذا حأخذه مو لأني مقتنعة تماماً فيه، هو بس خوفاً من الفكرة، يعني خوفاً من أنه أنا أندم. بإمكاني تحمل التكلفة المالية لتجميد البويضات. شكل أنه كلنا معنا مصاري. أنا اللي بعرفه أنه هون بلبنان تقريباً بين 1500 و3000. هلأ ما بعرف إذا التكلفة كل المجتمع بيقدر إنه كنساء بالمجتمع بيقدر يتحملوا هيك تكلفة، بس إنه ما بحسها هالقد مكلفة إذا الواحد عم بيفكر لمستقبله شو هو عمله يعمل. بس بحالة اقتصادية مثل بسوريا لما تحكي عن $1,000 تقريبا العملية هناك، ومتوسط الأجور $27، فهذا الموضوع يعني حيكون شبه مستحيل لشريحة كتير من النساء، خاصة أنه 90% من المجتمع السوري هو تحت خط الفقر، فهو تحدي حقيقي لكتير من النساء حيكون. هلا أنا كمان باليمن بحس أنه في مشاكل اقتصادية كبيرة ممكن تكون تحديات على أنه النساء يقبلوا على هذا الشيء. عدم الارتباط هو السبب الرئيسي وراء إقبال الفتيات على تجميد البويضات. إذا أنا ما لقيت الشخص الملايم هلأ بحياتي ليكون هو موجود معي، وأنا بدعم فكرة العائلة ككل، فما بدي خوض مشكلة الطلاق بعدين أو تفكك العائلة، بالعكس بفضل أن أكون مرتبطة بشخص أنا مقتنعة فيه ونأسس سوا لعائلة، مش العكس، مش يكون هو طموحي أنه أتزوج حيالله حدا بس كرمال تجيب ولد وبرجع بعدين بفكر أنه لا شو الأوبشنز اللي هلأ أنا عندي إياها. لا ما بشوف أنه عدم الارتباط هو السبب، يعني بالعكس هو لأنه عم تاخد خيار هون البنت أو الامرأة بهاي الحالة عم تاخد خيار هي لمستقبلها كيف عم بتخطط له، شو عندها أولويات بالحياة. هلأ في كمان أشياء ثانية اقتصادياً اجتماعياً استقرار بشكل عام، بس أنا أصلاً بكل الأحوال كمان ما بدي أجيب أولاد، يعني بتخيل مش هلأ. ينبغي على الحكومات دعم عمليات تجميد البويضات. أنا ما بصراحة، يعني إذا النساء كانوا بيجيبوا أولاد بفترة عمر مؤخرة شوية ممكن يكونوا الأولاد مصابين بأي نوع من الأمراض، فأنت لما بتستثمر كدولة أنه يكونوا الأطفال اللي جايين كلهم بصحة جيدة فهذا شيء إيجابي للمجتمع. وأنتم هل تدعمون عمليات تجميد البويضات؟ شاركونا آراءكم.